شو اخبارك اول شيء؟ خير الحمد لله. مبروك كل النجاحات، كل الاعمال الحلوه اللي عم نشوفها. الله يبارك فيك. واصل العالميه ما شاء الله عليك. الله يخليك. Looks like your daddy dearest didn't come through for you today, ho. What the hell did Pace do to Schultz's wife that was so bad? Let's just say, Mrs. Schultz isn't the one upset by it. 2022 على الأبواب أمنياتك بعد جائحة كورونا. إيه نبطل نلبس كمامات، خلص تعبنا من الكمامات. لا نفسنا والله. والسفر وكل ما بنسافر من مكان لمكان عمل بي سي آر وأنا بخاف من غزة الإبرة هي اللي بغزوها بالإيد. أنا صغير بخاف من غزة الإبرة. بخاف من غزة الإبرة قدوة سيئة. طيب سامر، موضوع الطيران وموضوع السفريات هي حبيت استحضرت سؤال حاليا، التباهي الطيران الخاصة واللي يسوون الشو اللي يسوون الفنانين، أنت ما عم ضد؟ ما راح والله بدون أسماء. أنا ضد، أنا ضد كلياتنا نحن الفنانين مشهورين نطلع بطيارات خاصة وكلياتنا، بس ما يعني مو ضروري نصور، مو ضروري نصور دائما يعني إنه نحن هذا بيصير شوي شو أوف يعني. النقابة اليوم في مصر فارضة قيود كبيرة على الفنانين، أنت ما عم ضد؟ والله هم أحرار، هم بيعرفوا مصلحتهم، هم بيعرفوا مصلحتهم، ولكن المحافظة على الفن الأصيل بأي بلد في العالم هي ضرورة قصوى. اليوم سوريا بعد ما توفى المرحوم الله يرحمه رئيس النقابة الله يرحمه، صارت شوي ضجة إعلامية، وكل اللي كانوا يعني طالعين برا في النقابة ما راح نقول مطرودين، راح نقول مفاصلينهم عن النقابة، اليوم رجعوهم، ده بيعني لك هذا الموضوع وكلمة من قلبك لسوريا بهالموضوع؟ يا ربي عم الأمن والأمان وترجع سوريا بلد قوية بالمنطقة مثل ما كانت من زمان. بالنسبة للنقابة إنهم رجعوا. بالنسبة للنقابة ما بعرف إذا هذا الموضوع مزبوط ولا لا. رجعوهم. بس يعني خطوة جيدة من النقابة الفنانين بسوريا. نرجع واحدة عربية. أكيد. الله يرجع سوريا أفضل من كانت. آمين يا رب. آمين. شكرا لك. من دبي هنا القاهرة. ما في أجمل من إنه نحتفل بمنصة إعلامية مهمة مصرية على أرض الإمارات الحبيبة. مبروك لكل المكرمين. شكراً.